اهلا اهلا، ازيك يا كمال؟ ولا يهمك، اتفضل. قول لي بقى ايه الموضوع اللي انت عايزني فيه، لان انا مستعجل جدا وعايز اروح على البازار. فاكر عدول ايام الجامعه؟ فاكر البت سماح اللي كنت معجب بيها؟ كنت انت عامل فيها ان انت بقى محترم قدامها، ورحت انا جاي من ورا ومركب لك دير. بس كان موقف ظريف، ست عرفتني احب اضحك واضحك اللي حواليا. ايه يا عم انت داخل سخن عليا ليه؟ ما هي سماح دي لعلمك يعني كانت ماشيه معاك الاول، وانا بقى اللي جيت من وراك ورحت فقعها قصيده فراحت سابتك ومشيت معاك. كان موقف ظريف جدا صراحه يعني. لا بس اقول لك انا بقى الاظرف منه، ان سماح دي كانت ماشيه مع الدفعه كلها، وانت الوحيد اللي ما كنتش تعرف، والدفعه كلها عماله تضحك. وايه يعني الدفعه كلها قد ايه يعني؟ وبعدين انت ما قلتليش ليه؟ قلت اسيبك حكيم، انا احب اشمت وشمت اللي حواليا. يعني انت جايبني بعد الفتره الزمنيه دي كلها عشان تفكرني بالكلام ده؟ انا ماشي، انا لا ماشي. لا لا اقول لك عادل، انا الحمد لله ربنا كرمني دلوقتي، بقى عندي فلوس كتير ومجموعه شركات وموظفين ياما، كمان احب اكسب واكسب اللي حواليا. حضرتك يعني ما شاء الله بقى عندك كل حاجه. انا يا سيدي لو ما اشتغلتش يوم مش هلاقي اكل انا والناس اللي مسؤولين مني دول. عادل عشان خاطري استوعبني. اتفضل اخلص. ماجد ابني يا سيدي للاسف طلع نسخه مني بالظبط، نفس طباعي. يا نهار اسوح يا عيني، ده اكيد بقى يعني مبهدلك انت واللي حواليك برضو. كل سنه بيسقط في المدرسه، بقاله 5 سنين يا عدوله بيسقط سقوط متواصل. ياه، ما جلاش ولا سنه ونجح مثلا؟ مصر يا سيدي يعكر صفو حياتي، كل ما انجح انا في صفقه يسقط هو سنه. طيب ما تسقط انت في صفقه عشان ينجح هو سنه. عملت كل المحاولات، سقطت في ان انا انجحه، في الاخر بقى رحت جايبه المكتب، قلت له اسمع يا ولد ماجد، انت ليك لا في شهاده ولا في تعليم، انت لازم تبتدي من اول السلم، من الصفر، من تحت الصفر كمان، تتعلم شغلانه صغيره كده فقيره عشان تشوف الناس الزباله بتشتغل ازاي. صح، برضو الاب لازم يربي ابنه. قلت بقى مفيش غيرك اعاقب ماجد بيه واجيبه لك تمرمطه. انا مش فاهم انت يعني بتشكر فيا ولا بتذم فيا، لكن المهم ايه المطلوب؟ مش مهم، انا عايزك تاخده عندك وتشغله وتبهدله. يا سلام، معقول يا عم كمال؟ ده يوم المنى، اعتبرني كاني بعاملك انت بالظبط. مرمطة. منور عم كمال. هددتك ونفذت تهديدي. ايه التحف اللي انت موقفني في وسطيهم دول؟ تحف؟ سيبهولي انا بقى كمال، واتكل انت على الله وعلى شغلك. اهو عندك اهو، عايزك تبهدله، عايز يرجع من هنا راجل. ده لو رجع لك اصلا اتكل على الله. هتتمرمط. بس يا دولا سيب لي انا بقى الواد ده، اوديكوا على واحده ونص رمزي. ده اساسا بيحب يضحك ويضحك اللي حواليه، وانت هتتشقط. اسكت انت. ايوه انت يا ابو سلوبيت، تعال تعال بسرعه. هات لي نسكافيه وتشيز كيك عشان انا عايز افطر، وهات لي نفسك حاجه افطر بيها. حكم انا احب اكل واكل اللي حواليا. خدامك. خد يا خدام، تعال 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 تعال. ما صدقت شفت الفلوس، خدتها وجريت. اكل ايه اللي انت هتروح تجيبه يالا؟ خد تعال تعال تعال. بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ بحسب. وانت يالا قوم يالا قوم يالا، انت مش شايفني واقف؟ تقعد وانا واقف؟ طب ما تقعد انت كمان، ما في كرسي عندك اهو. وبعدين انا بحب اقعد واقعد اللي حواليا. يا سلام، وانت فكرك يعني مش شايف الكرسي؟ قوم واقف يالا، قوم واقف يالا. والاكل اللي احنا بناكله هتطفح معانا منه. ليه بس يا دولا كده يا عم؟ انا كنت عايز اكل شوز بالكيك. شوز بالكيك؟ انا مش موكل لك قبل كده يالا شوز بالطعميه؟ امتى ده دولا؟ مش لما جبت لي الطعميه مره ناقصه اديتك بالشوز على دماغك، فاكر؟ ايوه فاكر يا دولا. طب احنا بقى دلوقتي يا عم هنفطر ايه بقى؟ هنفطر، مالكش دعوه مالكش دعوه. وانت يالا لازم تبقى فاهم النظام هنا في البازار. البازار ده فيه تسلسل وظيفي، يعني اول حاجه الراس الكبيره بتاعت البازار اللي هو انا، مساعد الراس الكبيره اللي هو الحيوان ده. ايه ده يا دولا؟ انا مساعد الراس الكبيره؟ ايه عن الودن مثلا؟ ايوه يالا انت الودن، يالا انت ودني، يعني اول ما تسمع من الواد ده اي حاجه تيجي تقول له على طول. ماشي يا دولا، انا من هنا ورايح ودنك اليمين. يا رب تتقطع واخلص منها. فهمت ياد؟ هنا هو مفيش اي دلع. طلع ايدك من جيبك ياد، طلع ايدك من جيبك.
انت بقى هنا اهو وظيفتك المرمطون، الصبي الصغير بيليا يعني نبعتك مشاوير زباله، تروح تجيب لنا حاجات وما تعجبناش ونرجعك بيها تاني ونجيب غير هالمرمطك هالمرمطك. ايوه دوله، وناولني تمثال 13 وناولني تمثال 10 هالمرمطك. طيب طيب، انا بحب اشتغل واشغل اللي حواليا. ولا انت بتتقلق كده ليه يالا؟ لا ده انا هبطلك، طلع ايدك من جيبك كده بدل ما اهبدلك. على فكره انا كالعاده حضرتك طيب جدا ومش لاقي عليك صياغه خالص. صح 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 خالص خالص. الواد ارانكا دول بس يا حيوان، انا بقى هفرجك الطيب ده هيعمل ايه. ولا رمزي؟ نعم دوله. اتكل على الله، يلا روح هات العفريته اللي انت بتقرف تلبسها يا معفن ولبسها له. حاضر يا دوله حاضر. دوله على فكره الطاقيه اللي في ايده دي انا حاسس ان هي هتبقى على قد مقاس راسي بالظبط. خدها. دوله على فكره القميص اللي هو لابسه ده انا حاسس ان هو هيبقى على قد مقاس راسي بالظبط برضه. اديله القميص يا دوله. على فكره بقى بعد ما خاف بقى منك وكش كده البنطلون وسع وهيبقى على قد مقاسي بالظبط. اما تديله العفريته ابقى اديله البنطلون يا ماشي. دوله يلا يلا نجري قدامي على المخزن عشان تغسله 5 مرات بسرعه. يلا 5 مرات ليه؟ انا لو نضفته مره واحده هينضف. ايه ده انت بتبرطم بتقول ايه؟ بقول لو نضفته مره واحده هينضف. بحسب. يلا يا ابني لازم تغسله 5 مرات عشان ما اقعد افهم في مين. يلا 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 قدامي بقى. غبي 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 يعني. حد حضر لي الفطار ولا ايه؟ عادل لو سمحت، انت كان المفروض تجيب تموين البيت اللي انت كان المفروض تجيبه امبارح اصلا. انا اصلا نسيت لان رمزي المفروض هو اللي كان يجيبه، ورمزي كان مشغول مع الصبي الجديد اللي جالي في البازار. عموما هبعته مع الصبي الجديد. عادل عادل ابقى فوت على المعمل عشان تجيب لي نتيجه التحاليل. حاضر يا ماما، هخلي الصبي يعدي على المعمل يجيب لك النتيجه. عادل من فضلك انا عايز الكريم بتاع البشره بتاعي من الاجزخانه اللي جنب المستشفى، علشان انا من كتر الحاجات وحشة اللي بقعد اغسل فيها دي وغمهم بشرتي نشفت. يعني انت بتستعملي الكريم في ايديك وانت بتعملي الاكل، وانا اقول الاكل طعمه بالنسرين من ايه؟ طب يا جماعه ما فيش حد عايز اي حاجه عشان انا عايز امرمط الواد. ابي عادل الوينتوز ضرب، عايز حد يجي يسطبه. ده ان شاء الله هنسطبه، واحنا بنسطب الشقه السنه الجايه باذن الله. لا طبعا ما ينفعش، انا عايزه حد يجي يعمل كده النهارده، انا ما اقدرش اقعد من غير نت. اسمعك بتقولي كده كانك بتقولي ما اقدرش اقعد من غير هدوم. يا عادل يا حبيبي النت من ضروريات العصر. حاضر 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 حاضر، هخلي الواد الصبي الجديد يعدي على المول بتاع الكمبيوتر يجيب معاه مهندس وهو جاي. عادل عادل بقولك ايه، اوعى تنسى ان تصور لي عقد التمليك بتاع الشقه اللي احنا قاعدين فيها دي عشان اقدمه لنقابه المعلمين. وانا ايه علاقتي من نقابه المعلمين بتاعتك دي؟ الله، مش دي نقابتي، ولازم اقدم لهم ما يثبت ان الشقه اللي انا قاعده فيها دي مش ملكي عشان اقول لهم ان انا من حقي شقه. نقابه المعلمين بالكتير يا ماما هتديكي مثلا برجل قلم منقله كده يعني. صوروا بس صوروا بس ومالكش دعوه. ماشي هخلي الصبي الجديد يصوره لك. ماشي، حد عايز اي حاجه تاني؟ ام ميرفت مثلا مش عايزه توم من البرازيل؟ اصل انا عايز بجد امرمط الواد. همرمطه همرمطه. هتاكل يالا؟ ده هتعمل لي فيها بتتكسر بصراحه يا ماجد باشا، يعني انت كسرتني. ايه رايك في الاكل؟ اصل انا بحب اكل واكل اللي حواليا. الحمد لله الاكل مية مية، ده انا حاسس ان هيجيلي تسمم من كتر نظافته. ده من مطعم السويسري. ايه ده؟ يعني انت لما كنت بتتصل بالتليفون عشان يجيبوا الاكل ده كنت بتعمل مكالمه دوليه؟ كل 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 كل. حبيبي انت يا كبير ارص لك حجر. لا 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 انا هعدي على الكافيه بتاعي اظبط دماغي هناك. ماشي انا هلم بقى الاكل. وسايق عليك النبي يا ماجد باشا، يعني لما ان شاء الله ربنا يكرمك وتترفد من هنا هون يبقى خدني معاك يا عم، علشان انا بصراحه مش حاسس بقى ان انا الوضع اللي انا استحقه مش واخده هنا بصراحه. عادل ابن عمي ده يعني بص خانقني قول حبيبي. بتبيعني يا واطي بغدوة؟ على فكرة دولة ما تظلمنيش، دي مش غدوة ده فطار. يعني مش غدا يعني ده فطار. ماشي يا رمزي، حسابك معايا بعدين، إن ما خليتك تسف التراب بتاع البازار. اوعى من قدامي دلوقتي، اوعى من قدامي، اوعى من قدامي. وأنت بقى يا ابن الوزع اللي عامل لي فيها عوام، إيه داخل علينا فتك ليه؟ قوم واقف ياض، قوم واقف ياض وأنا بكلمك ياض. إيه مالك؟ سوري سوري سوري، تفر اللي بالي لفوقك دي ياض وأنت بتكلمني. تفتها؟ افتح بقك وريني. تشرب سجاير؟ لا معسل. يا عسل يا عسل معسل يا حلاوتك. خد بقى الطلبيه دي
الطلبيه دي هتروح تعملها لي كلها، ها؟ وبعد ما تخلص الطلبيه هتروح لهم على البيت عندي، شوف عايزين طلبيه تانيه، طلبات تانيه تعملها، بعد ما تخلصها تجيلي على البازار، عشان هتسيق البازار وتنضفه، وبعد ما تسيقه وتنضفه تقوم مسيقه ومنضفه، واقوم انا مطربه لك تقوم انت مسيقه ومطربه. خلاص اوكي اوكي، عايز حاجه تاني؟ باي. ايه الواد ده؟ ايه الواد ده؟ العربية دي يا مامي تجن. يا اختي قولي لجوزك يجيبها لك. يو خليكوا حنينين عليه شوية. النبي هو بيجيب حاجة. ها؟ هاي. منزل عادل سعيد؟ اه، أنت مين؟ أنا ماجد، بشتغل عنده جديد في البازار. اه، جبت الطلبات؟ اه، تعالوا. انت صح، استنوني تحت في العربيه عشان انا سايبها مفتوحه. شغل يا باشا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، انت بتدفع التبس ده كله من فلوس عادل؟ ده عادل لو عرف هيقطعك. تعرفش عادل؟ فلوس استاذ عادل ايه ده، مديني 30 جنيه، انا جايب الحاجات البسيطه دي ب 1000 جنيه من الماركت اللي متعود اشتري منه. 1000 جنيه؟ 1000 جنيه؟ ايه ده، دي حاجات نظيفه قوي واكتر بكتير من اللي انا طلبته. طيب انت الكريم بتاعي اللي هو الفاين سكين جبته؟ بالنسبه للكريم اللي حضرتك طالباه، هو يعني سوري شويه ممكن يبوظ لك بشرتك، بس انا جبت لك الكريم اللي ماما بتستخدمه، كريم سويسري هايل. اهو يا مامي. مش معقول انت جبت الكريم ده، هو موجود في مصر، ده ثمنه 200 باوندز. مفيش حاجه تكتر على جمال بشره حضرتك. اهو. قول لي يا ابني، جبت لي التحاليل؟ التحاليل فيها مشكله شويه. ليه؟ انا عندي حاجه؟ لا لا، ما عندكيش اي حاجه، التحاليل ما بتقولش حاجه. وبعدين ده مكان تروحي تعملي فيه تحاليل؟ ده مكان لو كلاس. بصي انا بكره هاخدك بعربيتي الصبح في مستشفى تخصصي بتاعت ابو واحد صاحبي، مستشفى اي كلاس، تعملي تشيك اب على كل حاجه. ربنا يخليك يا ابني يا حبيبي، انت باين عليك محترم، ولما انت محترم بتشتغل عند عادل ابني ازاي؟ بابا كمال زهران هو السبب. هو انت ابن كمال زهران اللي كان مع عادل في الكليه؟ مع الاسف. انت باين نزيه زي ابوك. بقول لك ايه، اوعى تكوني ست صوالي العقد بتاع الشقه. سوري، انت كنت عايزه صوره العقد ليه؟ عشان اجيب شقه في نقابه المعلمين. اوكي خلاص، اخلي المستشار القانوني بتاعي يقعد معاكي يخلص لك كل الكلام ده بدل الدوشه. بجد؟ انت مرتبط؟ هو انت ناوي تعمل ايه مع عادل؟ على فكره انت صعبان عليا قوي. عادل اي دونت كير. ازاي وانت تحت رحمته؟ هو دلوقتي اللي تحت رحمتي، انا خلاص كسبت كل الناس في صفي، يعني هو مش هيعرف يعمل معايا اي حاجه. ده قرفني انا كمان، رايحه فين وجايه منين وهتلبسي ايه؟ اوف حاجه تقرف. يا مجدوده يا قمر، الليمون اللي انت بتحبه. ميرسي ميرسي يا طنط. مج 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 مج، تحب اعمل لك شاي فريسكا ولا شاي بالنعناع؟ سوري، نعناع ولا فريسكا؟ بعد شويه. اوكي. عارف احلى حاجه فينا وانت ايه؟ ايه يا طنط؟ طنط في عينك، بيني وبينك فرق سنتين. سنتين؟ طبعا. لا طبعا، يومين. يا حبيبي يا حبيبي. طب انت عارف بقى ايه، انا اسمي مجيده وانت اسمك ماجد، يعني ممكن ندلع بعضينا ونقول على بعض ماجاميجو. ماجاميجو. حلو ماجاميجو، ما عنديش اي مشكله. ماجاميجو. مجوده. تحب تتغدى؟ لا لا لا، انا طالب دليفري لينا كلنا من مطعم السويسري. الله يخليكم الله يخليكم، متشكر. اولا تقل معادك هنا يالا، اتكل على الله روح على البازار. جامي اوعى تقول له يالا دي، حبيبي ده اسمه ماجد وبندلعه نقول له ماجاميجو. ماجاميجو؟ طب قوم يا سما ماجاميجو، اطلع على البازار يلا، عايزك سايق البازار وتنضفه وتنضف التماثيل وهتبيت هناك مع عمك رمزي. تحت امرك. التعامل الوحش اللي انت بتعامله ليه ده، حرام عليك، ده ابن الناس، خليك انسان. رانيا لو سمحتي ما حدش يتدخل في شغلي. وانت كمان ما تتدخلش في شغلنا، احنا خلاص اتفقنا مع رمزي ان هو هينظف ويقفل البازار. ورمزي مبسوط جدا وترمي الفرحه. هو في ايه؟ ولا انت عامل لي فيها حمل وديع يالا،
ولا يا ساقط يا فاشل يا فاشل. ما انت ياما كنت فاشل فاشل وبتطلع بملاحق قد كده وبتقرفنا بيها طول الصيف. دي كانت سياسة في النجاح، لأن أنا ما كانش ينفع يعني أمتحن كل المواد مع بعض، كنت بقسمهم بقى مواد في الصيف ومواد في الشتاء، لأن دايما كده في مواد صيفي ومواد شتوي. ليه؟ هي هدوم. بس 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 ما كيش دعوة أنت. منزل الأستاذ ماجد زهران؟ منزل الأستاذ ماجد زهران ده بيت أنا حضرتك، بيت الأستاذ عادل سعيد. الحساب 700 جنيه يا فندم. ماجد كلم يقول الحساب. الحساب كام؟ بيقول 700 جنيه بقى. إيه ده 700 جنيه بس؟ رانيا يلا بسرعة قومي حضري السفرة، الأكل جه. ماجد هو جاب لي الباستا اللي قلت لي عليها؟ باستا؟ الله يرحم القعدة اللي على الباستا. ماجد أم علي، أم علي يا ماجد. ما تقلقيش يا حبيبتي كله جه يا ماما. ماما؟ أنتوا تبنيتوا الواد ده ولا إيه؟ ماجد ميجو تحب أعمل لك كريب سوزيت؟ ميرسي يا حبيبي ميرسي. طب كل. رانيا حطي لي سلطة، حطي لي سلطة. أيوه حطي كمان معلقتين. حطي بقى من الطماطم، حطي من الطماطم. انت عارف ايه يا ماجد؟ السلطة مفيدة جدا جدا للإنسان، لازم على طول طول الوقت تفضل تاكل سلطة. بالهنا والشفا. طيب ماما حطيني سلطة لو سمحتي يا ماما. على فكرة يا مجهودة، المستشفى اللي احنا رحناها ولا فندق 8 نجوم. طب سناء سيبك من السلطة خلاص سناء، حطي لي حتة فرخة بقى في طبق كده لو سمحتي. ما تحط لنفسك وانت ما فاكش ايدين ولا ايه واحنا شغالين عندك؟ ماجد تحب اقوم اعمل لك الشاي بنعناع اللي انت بتحبه عشان تحبس بيه على طول بعد الاكل؟ اوكي يلا اللقمه الحلوه دي داخله المطار، داخله المطار. افتح بقك يا كتك يا جمل. عارف يا ماجد انا اكلت اللازانيا دي قبل كده في اسكندريه، بس طبعا ما كانتش بالطعامه دي. وانت ايه اللي وداك اسكندريه؟ انا سوريني اللازانيا اللي بتقولوا عليها. على فكره بقى يا ماجد باشا، انا سيقت التماثيل النهارده ومسحت البازار زي ما حضرتك قلت لي بالظبط. اكل بقى لقمه. كل كل، انا بحب اكل واكل اللي حواليا. طب كل يا حبيبي. ايوه بس انا ما اكلتش يعني، وبعدين انا جاي قبل رمزي، انا اساسا صاحب البيت هنا. وبص وبيوقع العيش حضرتك يعني، انا جاي قبل رمزي. هيل بيرسل. وبعدين يعني نيجي نحط لك اللقم في بقك؟ لا ما تحطليش اللقم في بقك. طيب انا مش هاكل، انا مش هاكل. ها واخش انام. انا مش هاكل. لا لا كفايه اخش انام. انا مش هاكل يا عم. صدعتنا لما تدخل تنام. يا سلام، عامل لي مجتهد وقاعد بتذاكر عشان ما تشتغلش يد. على فكره انا هبتدي ارجع المدرسه من بكره وهجي لك البازار بالليل بس. اعمل لي فيها مكافح بقى، مذاكره يد عليا انا ياض وانا ابوك. في ايه؟ انا بجد عاوز ارجع المدرسه. عايز ترجع المدرسه عشان تعبت من الشغل اللي انا بديهولك طول الوقت وعايز تروح بيتكو. بيتنا اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، انا لما بروح هناك مفيش حد بيفرح لي ومفيش حد بيحس بيا، لكن انا عندكم هنا لو عملت اي حاجه حلوه الكل بيفرح لي. فاكيد لو رجعت المدرسه كلكم هتفرحوا، طنط مجيده وطنط انعام ورانيا ونجلاء وياسمين ورمزي. انت قلت كل الاسماء يعني حتى ده، وما قلتش اسمي يعني انا مش هفرح لك يعني ولا ايه؟ بالعكس يا يونكي، حضرتك طيب جدا وانا بحبك قوي. على فكره بقى انا كان نفسي بابا يبقى زيك، يهتم باسرته كده. طب يا ماجد، ماجد انت بتثق فيا جدا؟ خلاص سيبنا نتصرف. مالكش دعوه مالكش دعوه. شوفي رمزي اخر حاجه عملها ايه لما كان في البازار. مساء الخير. اهلا يا كمال. مساء النور يا بابا. ايه يا ماجد مش هتروح ولا ايه؟ والله هو انا عاوز اقعد عند انكل عادل لو هو يعني ما عندوش مانع. طبعا ما عنديش مانع يا حبيبي، البيت ده زي بيت بابا بالظبط، عايز تقعد اهلا وسهلا، عايز تمشي براحتك طبعا. بيت ايه ده اللي زي بيت بابا؟ ده زحمه قوي، وبعدين انا حاسه ان انا حرانه هتخنق. ايوه ما حضرتك حرانه يعني من الفروه اللي انت لابساها بتاعت الثعلب دي، مش خايفه حد يصطادك في السكه. حضرتك اللي موجود ده ما هوش حر، ده اسمه دفء عائلي. خلاص يا حبيبي، وانا هجيب لك دفايه كهربائيه. يا جماعه انتوا مش فاهمين،
بابا حضرتك طول الوقت مش فاضيلي، طول الوقت عندك شغل، وانت يا ماما طول الوقت بتشتي في سويسرا ومش طايقه نفسك ومش طايقه الهدوم اللي عليكي، هتطيقين ازاي؟ هنظم بيني وبينك وبين الشغل زي ما عدل قالي. وانا كمان هعمل زي ما رمزي قال لي بالظبط، هصيف بدل ما شتي، وبكده بقى وفرت وقت كتير قوي ونبقى نصيف مع بعضين. والله اذا كان كده، اذا كان كده بس انا موافق اجي معاكم، بس على شرط لو رجعتوا تاني انا هرجع اعيش مع انكل عادل. صح طبعا يا حبيبي، تنور في اي وقت، البيت بيتك يعني، وبعدين انا احب اقعد واقعد اللي حواليا. ماجد اوعى تنسى تيجي يوم اجازتك عشان ازعل منك. ماجد ميجو don't forget to call me on the telephone. شات بقى يا ماجد. ها ماجد، انا بجد نفسي اخلف ولد اسمه ماجد. أمو ماجد لسه قايلك من شويه البيت زحمه وحر ومش مستحمل ماجد تاني. ماجد باشا انا هستناك بقى بكره على الغدا، ها مش عايز اكل كشري تاني، نفسي في بيتزا حجم وسط لارج يعني. يلا بس يلا بس يلا بطل فضايح بقى. ها كمان يعني الحمد لله انا كنت قد المسؤوليه وقدرت اربي لك ابنك، يا ريت انت بقى تاخد بالك منه كويس قوي. وعموما انا عشان راجل متربي فربيته واحب اربي اللي حواليا، لكن لو قليت ادبك هبوظهولك وبوظ اللي حواليا. يا دوله دوله، هو الكلب داون بحقه حقيقي ولا بلاستيك؟ بلاستيك، ده كلب بوليسي. يالا ايه ده، ده انا معيش بطاقه دوله. لا ما تقلقش انت بالذات، ما تقلقش من اي حاجه خالص، لان هو بالنسبه لك يعتبر زميل. انا عايز افهم الكلب ده ايه اللي جابه هنا يا هانا. بص يا بيبي اهدى بس كده، انا هفهمك كل الحكايه عشان انا عارفه كويس قوي ان انت متخصص في الاحاديث والاقاويل والمشكلات والحواديت. بص بقى، انا وانا قاعده عند الكوافير قابلت يا مامي صاحبتي باكينه، انت عارفاها طبعا يا حبيبتي. فاكره الفظيعه دي اللي هي المرايه دي؟ دي بقى كانت عايزه ايه، تسافر عند بنت خالتها مالطا تقعد هناك شويه كتير جدا. شعائيل دي لسه راجعه من اسطنبول. ايوه مامي، انت فاكره انها زينا قاعده طول النهار كده في البيت؟ لا دي رايحه جايه سفر طيارات وبتاع. المهم يعني اختصارا للقول انها كانت مش عارفه هتحط الكلب فين لحد ما ترجع من السفر. فعرضت عليكي بقى ان انت تخلي الكلب بتاعها عندك يعني. عمري استحاله ده يحصل، انت بتهرج ولا ايه يا عادل؟ امال ايه اللي حصل يعني؟ انا اللي عرضت عليها انها تخلي الكلب عندنا هنا. برافو عليكي يا رورو. يا بوزا بوزا انا نقامير غلط تزرقه. ماما انا عايزه العب مع الكلب. وانا دول عايز اخد الكلب ده واربطه واجري بيه في الشارع يا دول. بقول لك ايه رانيا، بس يلا انت وهي رانيا، الكلب ده مش هيقعد هنا في البيت، وانا ناقص كلاب وانا هصرف عليك ولا على الكلب لو سمحتوا. الكلب ده خديه سربيه. لو سمحت ما تجرحوش، ده ابن عيله متأصل ومن اصول عريقه. من اصول عريقه ايه يعني؟ جده لكي باشا. انت بتهرج يا عادل ولا انت مش عارف ده اصوله عامله ازاي؟ ده اصوله انجليزيه فرنسويه ايطاليه. انا ماليش دعوه بالاتحاد الاوروبي اللي جاي منه الاستاذ الكلب ده، اهم حاجه ما يعديش انا بقى حدودي الاقليميه في البيت. اصحيك يا عادل. لا اخس عليك، اخس عليك يا عادل، حرام عليك. انت ايه ما سمعتش عن جمعيه الرفق بالحيوان؟ ازاي ما سمعتش؟ امال الحيوان ده اللي انا برعاه بقالي 5 مواسم لغايه دلوقتي اعمل فيه ايه؟ رمزي زفت ده. ربنا يخليك يا دول يا رب. وبعدين يا عادل حرام عليك، انا ما اقدرش انزل الكلب ده في الشارع لحسن، انا خايفه عليه يتشرد ومستقبله يضيع ويبقى كده مدمن ومن كلاب الشوارع. كلاب يعني هيعمل ايه يعني؟ هيشم كله ولا يسرق عظمه من الجزار ولا يسطح فوق القطر يعني؟ ايه اللي انت بتتكلم عنه يا ابني؟ ده بياكل كل يوم شركسيه. شركسيه؟ بلاش اوفر بقى. شركسيه ايه يا ماما؟ ده اساسا عمره ما داق اللحمه ولا عدت من قدام مناخيره. خلاص يا عادل، خلاص بقى. واضح ان انا مضطره استغنى عن ال 100 جنيه اللي كانت هتطلع لي من الكلب كل يوم. 100 جنيه؟ اصل انا ما قلتلكيش يا مامي، صاحبته ادتني 1000 جنيه على اساس ان انا اصرف على الكلب كل يوم 100 جنيه، بس انا طبعا بنظرتي المصروفيه اللي هي المحافظه قلت ان انا هصرف عليه 50 جنيه بس، وال 50 جنيه هسيبها لمصروفاتي الشخصيه. رانيا لمصروفات البيت يا مامي. انت عارفه زمان كان نفسي يبقى عندي كلب، بس كان عندنا بيت صغير يعني، بس انا بحب الكلاب قوي، والنوع ده كمان اللي هو النوع الكلب الابيض، والكلب الابيض ينفع في اليوم الاسود. ايه ده؟ انت جايبه الكلب هنا؟ هو ايه يعني ما كفاكيش طول اليوم ان هو يبقى معاكي يعني جايبهولي؟ شوفي لو سمحتي شوفي هينام فين؟ هنا. هينام هنا فين؟ في
في وسطينا يا بيبي. في وسطينا؟ ده اذا كانت ياسمين بنتنا عمرها ما نامت في وسطينا هتنيمي كلب في وسطينا. بس عليك يا عادل، ده سوني 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 سوني. ايه سوني 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 سوني؟ إيه ابن اختك يعني؟ لا طبعا مش ابن اختي. اه طبعا عشان اختك لسه ما خلفتش. ما تهزرش يا عادل. لا انا بتكلم بجد، الكلب ازاي هينام في وسطينا ازاي يعني؟ معقوله يعني يا رانيا؟ يا عادل يا حبيبي، انا وعدت صاحبته ان انا احسسه بالحنان والحب والامان والامن. الامان والامن ده ممكن يحسهم في اي حته لعلمك، لو نام في البلكونه هيتسلى جامد، عنده النجوم يقعد بقى يتفرج عليها براحته. او اقول لك ممكن ننيمه في الصنداره، عنده فران بالهبل هيقعد يلعب معاهم وهو قد الفار اساسا. ما اقدرش يا عادل، ما اقدرش ما اقدرش يا حبيبي، ده امانه 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 أمانة عليكي، أنا عايز أنام كده يا عادل. أوكي طالما أنت عايز كده بقى ومصر وملح بقى، رجع الفلوس اللي خدتها في مقابل إنك ترعاه ذلك المسكين الحيوان. لا ده الحيوان ده لطيف جدا، ده أنا بحبه جدا يا سوني 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 سوني. يلا اشرب يا جوجو، اشرب ابلع بقى ابلع أهو. ايه بس الجمل دول عشان الدنيا حر. بتسقي الجمل؟ يخرب بيتك، مش كفايه التماثيل اللي بتبوظها كمان بتبوظ الجمال يا ابني. الجمل ده سفينه الصحراء يعني ما بيشربش ميه خالص. ايه ده دولا؟ ايه ده الكلب ده دولا؟ هو الكلب ده اللي انا شفته عندك امبارح في البيت؟ يا سيدي، هو رانيا اصرت ان انا اقعده عندنا اسبوع فجبته بقى. شخصيتك الضعيفة دايما موجودة في كل حتة. يا دولا يا دولا، رانيا تقول لك حاجة تقوم راضي كده هون بالأمر الرابع على طول. الأمر الرابع؟ طب إيه هو الأمر الثالث؟ أنت أي هيصة جاي فيها وخلاص. المهم يا سيدي، عايزين ندور على مكان بقى الكلب ده يقعد فيه هنا في البازار. لا يا دولا، بص يا عم، احنا الأرفف عندنا كلها زحمة يا عم، والدنيا حر والتماثيل مش طايقة بعض أصلا. وانت فكرك ان انا هحط الكلب ده على الأرفف؟ يا غبي يا غبي، عايزين نعلقه في حتة يعني. ايه رأيك يا دولا احنا نعلقه هنا ومطرح الطبلة دي؟ مش نوقه بقى مكان الطبلة؟ لا 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 لا، بص اقول لك حاجه، خليه على المكتب زي ما هو قاعده. الا قول لي يا دولا، يعني هو انت ناوي يعني فعلا تخلي الكلب دون هنا هو عندنا في البازار؟ خليه في البازار، ايه المشكله؟ دولا مش انت امبارح قلت لي ان الكلب دون يعني بوليسي؟ طبعا بوليسي، بس هو انت عارف بوليسي متنكر يعني، عامل نفسه كلب صغير زي ما تقول كده، ايه كلب بوليسي سري. طب يا دولا بقى خليه بقى يعني وصيه عليا، علشان انا لسه ما طلعتش بطاقه. لا هخليه ياخد باله منك، بس اهم حاجه انت كمان تاخد بالك منه وشوفه محتاج ايه يعني، نفذ له اوامره. انا يا دولا تمام يا فندم تمام. دولا هو هيعمل ايه بقى هنا بالظبط؟ هنا يا سيدي هيقوم بالحراسة طبعا في البازار عادي جدا، يعني انت هتحرس البازار طول الليل وهو يحرس البازار طول النهار. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اشمعنى يعني انا اللي احرس البازار بالليل؟ لان هو كلب صغير يا ابني، ده ينفعش يحرس بالليل يا ابني، ده هو نايم بالنهار اساسا، ده احنا هنصحيه بالليل بالعافية. فهمتك فهمتك، دولا باين عليك ده هو مقتنع بالكلب. ولا رمز انت بتفكر مع نفسك بصوت عالي ولا ايه؟ انت سمعتني؟ يخرب بيتك. ما بص بقى دولا، بصراحه يعني انا الكلب دون جاي بقى كده وانا على قطع عيش يا عم. يا عم قطع عيشك ايه بس يا رمز، واي كلام بتقوله يا ده يا رمز، انت غالي عندي، انت بمية كلب يالا. ربنا يخليك ليه يا دولا يا رب. هاو هاو كده، هاو 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 هاو. والنبي انا نفسي افهم يا عادل انت عملت ايه في الكلب ده؟ هكون عملت له ايه يعني؟ بالعكس ده بياكل 3 وجبات في اليوم، الواد رمزي ما باكلهمش يعني. لا ما هو فعلا واضح ان انت مهتم بيه وبتاكله. حرام عليك يا مفتري، ده عنده انطواء نفسي سايكولوجي وحالته النفسيه متدهوره، ده مكتئب. جرايه يا ست انت، يعني عايزاه يعمل ايه؟ يسيب شغله ويقعد يداد الكلب بتاعك؟ ده حاجه غريبه والله، الكلام اللي انت بتقوليه ده. يا ماما اعمل ايه للكلب مش راضي ياكل؟ انا قلت من الاول موده مش مظبوط. موده مش مظبوط اعمل له ايه يعني؟ وبعدين لعلمك بقى رمزي يعني متولي كل حاجه، بياكله بيشربه بيحميه وكل حاجه. لا انا مصدقاك، اي ما هو واضح ان هو واخد باله منه وبياكله، ده مش بعيد يكون بياكل اكل. حرام عليك، انا مش عارفه بيكي لما هترجع من السفر وتشوف الكلب بالحاله المزريه دي هتقول علينا عملنا ايه. عملنا ايه يعني؟ اعمل ايه اعمل ايه؟ انا مش فاهم يعني، كفايه قوي ان انا مهتم بيه وباكله وبشربه، كفايه منظري بس قدام المعلمين بتوع البازارات وانا داخل خارج معايا كلب صغير كده معمول له فيونكه حمراء شكلي وحش. لا والله انت قد الكلام اللي بتقوله ده. اوكي يا عادل، اوكي اعتبر الاتفاق انتهى، هات ايدك بقى على الفلوس اللي انت خدتها قبل كده واعتبر ان ال1000 جنيه دي خلاص بح بح. يا رانيا
ايه يا راني؟ ايه؟ هنعض في بعض ولا ايه؟ والله بقى انت اللي بدأت النباح يا استاذ عادل، اشرب بقى. ازيك يا حته؟ صباح عم رمزي. الحمد لله. ازيك يا دول؟ ايه اللي جابك هنا يا ده رمزي؟ ياه يا دوله، زهقت يا عم من قعده بقى البازار، فقلت بقى اجي اقعد في القهوه شويه. ولا يعني الكلب ده احسن مني يعني؟ هتزق الكلب ولا ايه؟ انت بتغير منه ولا ايه يا ده رمزي؟ بس يا دوله يعني الكلب ده مش احسن مني في حاجه يعني؟ طب ما انا بحرس البازار زيه بالظبط يا دوله. لا مش زيه بالظبط، هو بيحرس البازار بس انت بتحرس البازار وبتكسر التماثيل. ايوه بكسرها عشان بفك النحسه، هي ما بتبقاش عايزه تتباع. انا مش فاهم انت جاي تهبب ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ ولا حته. امرنا معلم رمزي. لو سمحت عايز كوبايه شاي تاني يعني على حساب دوله حبيبي. انا ايه؟ ولا ما انت لسه شارب الشاي بتاعي. اديك قلت اهو بتاعي، يعني انا لسه ما طلبتش حاجه. يا سلام. اتفضل يا باشا. شكرا على حته. هات حته. ايه ده ايه ده ايه ده، انت هتاخد الشاي بتاعي؟ بتاعك ايه يالا؟ الشاي ده بتاعي انا يالا. بس بس مش عايز اي دوشه. لا مؤاخذه يا باشا، البس صغير ده بقى مش هنجيب له بقى يعني كراويه حلبه ينسون شويه عصير عظم. ولو باشا بيشتغل بالحجاره ده ولا مش بالاكل ولا ايه؟ يا ظريف، ده كلب زميلك ده. ايه ده دوله، ده كلب زميلك ولا كلب بوليسي؟ بص ده اصلا كان قطه واخد بالك، بس عمل عمليه تجميل لانه كان رافض الجنس بتاعه ده، فبقى دلوقتي كلب يعني ما شاء الله. يا اتريني يا دوله، كل ما اضربه يقعد يناونو. امال ايه بيناونو ده؟ وبعدين انت لابس اللبس بتاعه اللي عليه رسم الكلاب ولا ايه؟ لا دوله ده اللبس بتاعي دوله. ياه باين عليك بتحب الكلب ده يا استاذ عادل. اه طبعا لازم احبه يعني، ده برضو روح يعني. طب يا باشا طالما يعني غالي عندك قوي كده ما تعالجه. اعالجه ازاي يعني؟ اعالجه فين؟ اوديه لدكتور نفساني؟ اوديه للدكتور مجد الديل. ايه مجد الديل ده؟ يعني مدام ديل يبقى اكيد بيعالج حيوانات يعني؟ لا ده حكايته حكايه يا باشا. مجد الديل ده هو صغير عضه كلب فراح المستشفى قعد 15 سنه هناك، فبقى تخصص في علاج الكلاب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ما انا وانا صغير ادول عضني كلب عادي يعني؟ اكيد طبعا، الكلب خد 21 حقنه. ايه ده دول، انت شرفك يا ابني. ما انا عارف، ما دي امراض بتتنقل للكلاب. المهم معاك العنوان بتاع الدكتور ده؟ اه طبعا يا باشا معايا. طيب حلوه. ايه 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 هتعمل ايه؟ هتدلق الميه على الكلب؟ لا بس كانت هتقع. كانت هتقع. ادخل. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، احب اعرفك بنفسي، أنا الدكتور مجد الديل، أخصائي في علاج الكلاب اللولو والجرفون، ماجستير في علاج كلاب الصيد، دكتوراه في علاج كلاب الحراسة، وزميل كلية الكلب البوليسي، وعضو الجمعية الدولية لكلب البحر. أكيد بقى موضوع كلب البحر ده حضرتك لما بتصيف يعني ما بتضيعش وقت تعالج كلب البحر برضو يعني. حضرتك تقدر تعتبرني ملزمة، ملزمة في علاج كل أنواع الكلاب الأليفة. يا سلام. طيب حضرتك يعني احنا عندنا مشكله في الكلب بتاعنا ان شاء الله. معاك روشيتا؟ اه اتفضل هي حضرتك. اه كشف باسم الكلب سوني. خير، بيشتكي من ايه ده؟ لا يا دكتور مش ده اللي عيان حضرتك. وايه شرفك انت؟ انت دكتور؟ ده عيان وحالته متاخره كمان. ايوه حضرتك انا واثق ان حالته متاخره، بس ده ان شاء الله يحتاج علاج طويل او حالته ميؤوس منها خالص، لكن اللي معايا ده هو اللي حالته ممكن يبقى فيها امل اهو. اتفرج حضرتك. ياه ده حالته صعبه خالص. طمني يا دكتور، عنده ايه بالظبط حضرتك؟ للاسف الكلب عنده كرومبولي على المخ، واحتمال نعمل له عمليه نقل مخ. نقل مخ؟ لا بقول لك ايه يا دوله بقى، ما تقعدش تبص لي يا عم، انا مخي بقى مش هيتنقل لحته تانية يا دوله، انا مش ناقص. وبعدين يا دوله انا سمعت ان نقل الاعضاء حرام. لا يلا، نقل الاعضاء لما بيكونوا في نادي ولا حاجه هو ده اللي غلط، لكن نقل الاعضاء من حيوان لحيوان ده عادي يا ابني. طب بص يا دوله، ايه رايك ننقل مخ القطه دي للكلب ده؟ لا ساعتها يبقى كلب ما قطقط. غلط غلط. لا يا دوله، ما ساعتها برضه هيبقى مخ الكلب ده في القطه دي. ساعتها هتبقى قطه بنت كلب. لا لا ما ينفعش، انت مخك ناخده ننقله الكلب ونخلص بقى. طب وهيبقى ايه بقى ساعتها؟ هيبقى كلب مخه جزمه. ايه رايك؟ من الواضح ان الكلب تعرض لضغوط نفسية شديدة الشدة اثرت على عقليته الباطنة، وطبعا اثرت على وظائفه الحيوية اللي بالتالي هي الكلاوي والكبدة والمخ. يا سلام، كلاوي وكبدة ومخ، جوعتنا والله يا دكتور. للأسف الكلب جاله شلل دماغي تام وفقد القدرة على الهوهوة. اختصر يا دكتور ديل وقول ان هو مات يعني. لا لسه في امل،
بس انا عايز اسالك سؤال، الكلب ده كان قاعد مع مين اليومين اللي فاتوا؟ اوف ايه اوف ايه، كان قاعد مع ده حضرتك يعني. انا عارف طبعا ان رمزي من سلاله تانية، بس ما كانش قدامي غير ان انا قاعد اتنين مع بعض. طب انت بقى دولة بقى ليه ما قلتش للدكتور دي على الاضطهاد اللي انت بتتهدوني دول، ومدي اجر للكلب دون قد الاجر بتاعي؟ النفسانه ابتدت تظهر. عموما انت مشكلتك النفسيه دي هنعالجها بعدين، نبقى نقطع لك كشف ونجيبك للدكتور ديل. النهارده احنا في مشكله الكلب. الحل ايه يا دكتور؟ الحل ان الكلب ده اتعامل معامله سيئه ومش حاسس بالاضطهاد، وفي حد حطه في دماغه. انت هتفضل مقضيها هف هف ولا ايه؟ ما انا عارف مين اللي حطه في دماغه. نعمل ايه يعني يا دكتور؟ حياته تتغير. هتنفض الكلب؟ انا ما كنتش اعرف ان انت غلاوي قوي كده يا رمزي. ايوه دولة بقى، لان انت بتحب الكلب دون اكتر مني يا دولة بقى، لدرجة اني حسيت بالطفرطة العنصرية. الطفرطة العنصرية؟ ماشي يا رمزي، انت عملت ايه في الكلب بالظبط يا رمزي؟ بص بقى دولة، انت كنت كده وان كنت بتديني 2.5 جنيه اجيب لي انا وهو لانشو ناكله انا وهو سوا. قلت عادي يعني، من يومين كده وان قلت لي لا يا رمزي هات له هو ب1.5 جنيه وانت بجنيه يا رمزي، وكل واحد في ورقه لوحده، بتخوني. لا وفيها ايه دي يعني؟ معادي؟ لا يا دولة بقى مش عادي، انا بقى رديت لك الصاغ بقى صاغين بقى دولة. قمت انا جايب لي انا ب1.5 جنيه لانشون كلته كله لوحدي، وجايب له هو ب1 جنيه واحد بس لانشون، واللي فاض منه كلته كمان. انا مش هقدر طبعا يا رمزي انزل لعقليتك، لكن اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ حرام عليك، جبت للكلب شلل في لسانه. بص بقى دولة بقى، انت ابن عمي وحبيبي وكل حاجه، بس بقى اللي اوله شرط اخره نور، يا انا يا الكلب ده في البازار. يا سلام الكلب، اتكل على الله. لا دولة انا اسف يا دولة، انا كنت بهزر يا دولة، والله كنت بهزر، ما تقطعش عيش يا دولة والنبي. ايوه كده اتعدل. عموما الكلب ده هعينه مدير عام للبازار، وانت هتبقى شغال عنده. الكلب ده بقى هز ديله يمين تروح يمين، هز ديله شمال تروح شمال، سامع؟ ماشي يا دولة. طب افرض بقى الكلب ده فرح بقى وقعد يهز بقى ديله شمال ويمين، اعمل ايه؟ تفضل رايح شمال ويمين شمال ويمين لغايه اما تدوخ ونخلص منك يا دولة بقى. هو بص ما بيتحركش اصلا. انت عملت فيه ايه؟ ما بيتحركش. بص انت بتعقده، بتعمل له صوت قطه. ماشي اتكل على الله، روح هات له كوكتيل عشان يفوق كده. ايه طب وانا دول؟ وانت ايه؟ انت هتعمل دماغك بدماغ الكلب؟ اتكل على الله هات الكوكتيل. ماشي 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 ماشي. معلش 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 كلب. صباح الخير. اهلا اهلا، ازيك يا خواجه؟ اتفضل اتفضل. ايه ده؟ انت عندك نوع من الكلاب دي؟ لا بس الكلب ده مش بتاعي، ده واحدة سايباه عندي لمدة اسبوع، لكن لو عايز اي كلاب تانية عندي مثلا تماثيل كلاب فرعوني، وعندي برديات فيها رسومات كلاب فرعوني زي ما انت عايز. لا تمثال ايه؟ مش ممكن، ايه الصدفة دي؟ يا حضرتك موعد الكلب ده هنا في البازار ولا ايه؟ بص يا حبيبي، انت عارف ان انا عندي مزرعة من الكلاب، وعندي كلبة اسمها ريتا، وبدور لها العريس من سلالتها. بتدور لها على عريس على اساس اخطب لكلبتك وما تخطبش لكلبك يعني؟ والصدفه ان ريتا في مصر دلوقتي في شرم شيخ. ايوه جميل، اهلا وسهلا بيها يا سيدي، بس مش هينفع يعني حضرتك. ارجوك. لا حضرتك مش هينفع خالص بجد، اصل دي مسؤوليه، ما ينفعش ان انا اجوزها من غير ما اهله يعرفوا يعني. هو يوم واحد هاخد الكلب اجوزه لريتا وارجعه لك تاني. اسف مش هينفع خالص، معلش يا خواجه. هديك 500 دولار إيجار يوم واحد. 500 دولار إيجار يوم واحد للكلب اتجوزه لريتا؟ حضرتك أنا ممكن أشهد على العقد يعني. يا سلام، 1000 جنيه رعاية و500 دولار جواز، ده كده الكلب ده جاي من وراه مصلحة مية مية. حلوة قوي 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 يا دولة، الله عليك يا عم. بقولك يا دولة ما تنساش بقى ابو الرماميز ابن عمك، ها عزمني بقى على كوكتيل فواكه البحر. كوكتيل فواكه البحر؟ اي زفارة جاي فيها انت وخلاص. يا راني. ايه ايه باكي نام؟ صاحبة الكلب جاية تاخده النهاردة؟ هو دلوقتي مش معادها بكرة؟ ماشي ماشي خلاص، انا هجيب الكلب واجي. حاضر ماشي، سلام سلام. لازم اكلم خوليو بقى عشان يرجع الكلب ده، مصيبة سودة. لا يا دولة لا، اوعى تعمل كده يا دولة، لا يعني تعكلن على الكلب في يوم فرحه يا دولة يعني. طبعا صعبان عليك، ما هو جنس واحد طبعا. يا دولة
ايه لا لا بقول لك ايه ما تفكرش في لا 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 لف 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 دول لف كده ديل صغير اه ماشي لف كده اه اعمل لي صوت كلب كده لا انا مش مصدقه نفسي ان بعد الفتره دي هشوف البابي بتاعي يا سلام فعلا الضنا غالي فعلا انتوا مش متصورين هو وحشني قد ايه يا ترى شكل اللقاء هيكون ايه يا سلام ربنا يخليكوا لبعض وما يحرمكوش من بعض ابدا ارتي عادل فين الكلب يا عادل الكلب مفروض على وصول انا مش فاهم ايه اللي اخر رمز الغبي ده ايدك يا عادل لو الكلب ما جاش دلوقتي مش هناخد بقيه فلوسنا انا حاسه يا طن ان ممكن يغمى عليا لما اشوفه لولا ان الفيزا بتاعته اتاخرت كان زمانه معايا هناك في مالطا شوف الدنيا يا عيني معلش حبيبتي معلش بس انا بقى مبسوطه جدا من الفيس في النص بتاعك للكلب ده ربنا يخليكوا لبعض عادل الكلب فين انا مررت تحت دفئه وهيجي لي النقطه بابا هو الكلب لسه عيان عيان البوبي بتاعي عيان انا كان قلبي حاسس عملتوا ايه يا رانيا في الكلب بتاعي لا 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 ما عملناش اي حاجه كل خير ان شاء الله ده هو عطس عطسه كده وقلنا له الف سلامه ليك وادينا له بس فيتامين سي كده فبقى تمام الحمد لله وعارفه صحته ردت وقعدته في البازار وبقى زي الفل ما تلاقيش خالص اهو اهو دولا حبيبي دولا ولا فين الكلب يالا جاي يا دولا اهو ادخل ايوه الكلب ايه رايك يا معلم معلم ايه يخرب بيتك اللي انت جايبه ده انا قلت لك عايز كلب قد اللي كان عندنا جايب لنا واحد قده 20 مره الغبي ايوه دولا ما انا قلت بقى نقي واحد كبير بقى هو في ايه اوعى تقول الكلب بتاعي وصل وصراحه وصل ايه ده هو شكله اتغير كده ليه هو بقى ضخم ازاي بصي حضرتك عشان تبقي واثقه ان احنا اهتمينا جدا بالكلب بتاع حضرتك فاحنا اكلناه كتير جدا زي ما انت شايفه وشربناه كتير جدا ولعلمك رمزي ده كان عنده اربع رجلين بس هو كان رجلين منهم يعني وقعدناه في الشمس فلونه بعد ما كان ابيض بقى اصفر فاسود وكده يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه انا متشكره قوي ودول 200 جنيه زياده معقوله معقوله تفضلي مع السلامة مع السلامة مع السلامة باي باي البت دي هبلة دي مش عارفة الفرق ما بين الكلب اللي قد كده والقد كده بتعمل ايه يا رمزي مش عارف يا دولا حمارته حوت مستالت ده كل ما نضف تحتيه يعملها تاني سيبك من حمارته حوت مستالت ده واجري على تمثال بتاع رمسيس التاني زمانه ذروه الدنيا تحتيه يلا عينيا يا دول الو يا حماتي ايه الاخبار ايه رانيا بتهرش يعني انا مش فاهم انا اعمل ايه يا حماتي ما تخليها تستحمى ولا الميه مقطوعه يعني بتهرش في راسها وفي ظهرها جامد مش طايله ظهرها يا حماتي يعني انا اعمل ايه يعني دولا خليها تهرش بعصايه المقاش بس يلا بس يلا بص يا حماتي خليها تهرش بعصايه المقاش ولا اجري روح نظف التمثال بتاع رمسيس اجري حماتي عندك المسطره بتاعت ياسمين ال 30 سنتي خليها تستعملها اللي بتتني يا اختها خلاص بتهرش لها طب انت عايزه مني ايه دلوقتي يا حماتي يعني اجي اهرش معاك ولا ايه ايه عايزه دكتور يا مامي يا ماما يا ماما يا ماما تعمليش في نفسك كده قومي استحمي استحمى ايه يا اسمي الموضوع اكبر من الحموم بكتير يا حبيبتي يا امي مامي ارجوكي انا في نار في جسمي هموت معلش حبيبتي بقى استحملي شويه عادل كلم الدكتور والدكتور زمانه جاي يا بنت انت اول مره يحصل لك الكلام ده من اعمالكم سلط عليكم يا شيخة حرام عليكي بقى حتى وهي في الحالة دي بتشمتي فيها بس يا بنت مفعوصة انت يا مقروضة روحي خدي لك حمام ولا استحمي ولا انضفي بدل ما تترمي هنا جنب اختك دكتور وصل يا جماعة اتفضل يا دكتور اتفضل خير يا جماعة اطمنوا ما تلاقوش مفيش أي حاجة ايه ده وريني كده مش ممكن ايه ده وريني ايدك
ايه ده؟ انت ازاي ساكته على نفسك كل ده؟ لا ما حضرتك مش ساكته، دي عماله تهرش من الصبح. طب وانتوا ازاي مستحملين وقادرين تقعدوا معاها بالطريقه دي؟ هو حضرتك احنا اللي بنهرش ولا هي اللي بتهرش؟ هي اللي بتهرش، فهي مستحمله بقى نفسها وخلاص. ما تقول لنا يا دكتور في ايه بس، طمني من فضلك. ما تقلقوش، هي عندها شويه سكابس. سكابس؟ انت عندها سكابس؟ يا حبيبتي يا مامتي، هو الحب ده اللي مخليني استحمل حاله الهرش الفظيعه واقاومها. معلش يا دكتور، حضرتك انا جاهل بس شويه، يعني ايه سكابس ده؟ سكابس يعني جرب. ايوه كده، باني على حقيقتك، البضاعه زائفه. بس يا سلام، عيب عيب، ما تستغليش الفرص وتقولي كلام فارغ زي كده، عيب، ما يصحش ما يصحش. حضرتك جرب يعني؟ ايوه جرب طفيلي ومعدي كمان. الظاهر انها اختلطت بحيوان كان عنده جرب وهو اللي نقل لها المرض. اكيد القطه اللي على السلم اللي قلت لك ما تقربلهاش دي برضه بتقربلها وتاكليها برضه يا رب. بالظبط كده يا استاذ عادل، هو ده نوع من انواع الجرب اسمه الجرب القططي. انا قلت لك العيله دي كلها جربانه، انت صممت تنسبهم. انت بالذات ما تتكلميش، فاكره لما جالك تانية وانت صغيره؟ لا ده انا كنت بحميها بالليفه كل يوم، ده وراثه عن ابوك الله يرحمه. بعدين نتكلم في الموضوع ده يا ماما. طيب. ايه يا دكتور، حضرتك هتكتب ايه بالظبط؟ دي شويه مراهم كده وكريمات هتستعملهم لمده اسبوع. والنبي يا دكتور، بس والنبي المراهم خلي ريحتها تبقى حلوه شويه. يا ريت يا دكتور يبقى المرهم بريحه الفل لو سمحت. اللحظات اللي انا فيها دي ما ينفعش خالص السخريه واستفزاز المواقف. خلاص انا اسف يا رني، انا اسف. كتبت يا دكتور؟ ايوه، بس اهم حاجه زي ما قلت لك لازم تكون معزوله عن كل افراد الاسره، لان المرض ده معدي وخطير جدا. يا حبيبتي يا ماما انا هخليكي جنبي. تعالي. بعدي يا ياسمين، سمعت الدكتور بيقول ايه؟ مرض طفيلي يعني بيجي للاطفال وخصوصا اللي في سنك، ابعدي عنها خالص، بوسيها، ابعدي عنها، ما تقربلهاش خالص. متشكرين جدا يا دكتور. الوداع الوداع الوداع. قولوا لها مع السلامه. الوداع. بوسه، ايه الطلب الغريب؟ عمرك ما طلبت مني طلب زي كده. موبايلات بقى يا رانيا. ها يا بابا. تعرف يا لا رمزي، طبعا عارف يعني انا بحبك قد ايه. يا دوله بقى بتحبني ايه يا عم؟ ده انا قاعد بقالي ساعه قدامك كده، وان حتى ما طلبتليش كوبايه ماء ساقعه. يا سلام، قوي قوي يا رمزي، قد انت ابن عمي. يلا يعني اي حاجه انت عايزها، انا اشرب شاي ونسيتك يعني، بس ولا يهمك. حته. ايوه جاي. امورنا يا استاذ عادل. لو سمحت يا حته رمزي، طبعا انت عارفه يعني. يا حبيبي يا باشا طبعا. عايزين له بقى يا سيدي نظبطه النهارده كوبايه ميه ساقعه. مشبره. ماشي، وانا كوبايه شاي تانية غديه. تأمرنا يا باشا. يا دي اللي انت عايزه. يالا تحب اطلب لك كوبايه ميه كمان؟ لا لا يا دول، اصل انا يا عم عامل لايت علشان حاسس ان وزني زاد كده اهو. يا اسمها رايت. يالا رايت. لا يا راجل. طب يا دوله بقى ايه الحب ده كله يا عم والكلام الحلو ده يا عم؟ ده انا ابتدى الفار يلعب في ودني. الفار بيلعب على اساس انك ساحر يعني؟ فار ايه يا دي اللي بيلعب في ودنك؟ هتبتديها كده. شكرينا حته وش يا باشا. طيب مشكرين. تعرف يا رمزي الفرق بينك وبين ياسمين بنتي ايه؟ المخ. طبعا المخ. ليه؟ ياسمين عندها مخ، انت اللي تعرفه عن المخ ان هو بيتاكل بس يعني. يا دولة المخ. ياه جوعتني يا دولة جوعتني. ولا حتة كوباية مية بقى تاني عشان هموت من الجوع. انت هاد مش لسه بتقول عامل رايت؟ لا يا دولة ده كان من زمان يا عم. زمان ايه يا ابني؟ ده جملتين فات وارجع للحوار. ايه يا دولة بقى انت تقعد تعد عليا كلام يا دولة؟ قولي بقى انت دلوقتي عايز ايه مني علشان انا سايب رضعة اله الطفولة على النار. بص بقى يا رمزي، بصراحة يعني انا عايزك. رانيا جالها اسكابيس. لا يا راجل، الف مبروك يا دولة، الف الف، ده عايزة شربات يا عم دي. عقبالي يا رب. انت فرحان يالا؟ لا ان شاء الله هيجيلك اسكربيس باذن الله. سكابيس اسمه، الراجل الدكتور بيقول اسمه سكابيس، بس ده هايل قوي يالا. بص انا اللي عايزه منك انك انت تخدم رانيا يعني، تساعدها، تشوف طلباتها، تشتري لها حاجات كده اهو، وبعدين هي لو اتبسطت منك هتديك شويه من السكابيس اللي عندهم دول، وبعدين لو اتبسطت قوي ممكن تديك السكابيس كله يالا. لا والله العظيم. الله يا دولة. طب دولة انت ليه بقى يا معلم ما تخدمهاش انت؟
صراحة يعني رمزي أنا مش هقدر أخدمها لأن أنا خايف، ما بحبش الإسكابيز ده يعني، عارف ماليش تقل عليه. ليه يا دولة؟ هو إيه ده؟ إيه ده يعني؟ الإسكابيز ده يعني حاجة يعني عارف عاملة زي الجرب يعني، إن شاء الله يجيلك بإذن الله. آه اللي هو قصدك الهرش اللي هو بتقعد رانيا تهرش فيه ده؟ أيوه هو ده. وبعدين أنا مش مشكلة، أنا ممكن أخدمها، بس أنا الخوف بقى لو جالي الجرب ده يعني الإسكابيز ده ممكن أنقل العدوى بقى للتماثيل اللي عندي هناك في البازار، فتلاقي التماثيل كلها عندها إسكابيز هتقطع في بعض. لا يا عم ايه ده، دي تبقى مصيبه يا عم. ما كده هون بقى اذا عرف السبب كتر العدد. انت شغال ياد في سوق الليمونيات، كتر العدد ايه؟ المهم عرفت تعمل ايه بس يا رمزي؟ هعرف يا دولا، خلاص انا هراعي مراتك رانيا. بس دلوقتي يا دولا افرض بقى يا عم انا جالي الجرب ده اهو. لا ما تقلقش، الجرب عمره ما هيجيلك. ليه يا دولا؟ الجرب في العادي بيجي للبني ادم مرتين بس في حياته كلها، انت جالك اربع مرات قبل كده فاستحالة يجيلك تاني يعني. لا على فكره بقى جالي ست مرات بقى دول. لا يا راجل. اه ده اخرهم امبارح بالليل. انا عامل الجرب من امبارح بالليل. اه دول. طيب هتكرى على الله بقى. ليه دولا؟ سنة 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 الفاكهة جبتها لك اهي وكله تمام. خدي اتفضلي 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 اتفضلي. سنة 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 ما تلمسيش الخشب، ما تلمسيش الخشب عشان ممكن لو لمست الخشب اجي انا المسه بعد كده اتعدي. اقول لك حاجة، استني خدي من الطبق كده على طول. ماشي ماشي اوكي. سنة 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 ما تاخديش من الطبق كده على طول لان ممكن ايديكي تلمس الطبق فممكن تعدي. كل بقك على طول، كل بقك. يعني انا عايز اعرف دلوقتي انا هاكل ازاي يا عادل؟ حرام عليك. عادي يا رانيا، كلي زي القطط ببقك كده. وانت عمرك شفت قطة بتمسك العنب بتحطه كده في بقها؟ لا ببقك وانزلي. لا 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 لا. مش عارف مش عارف اكل زي القطط، حرام عليك يا عادل، موت. مش عايز اكل يا عادل. خلاص خلاص خلاص، انا هاكلك انا بطريقه تانية. بصي هاكلك ايه ده، استنى استنى استنى، ما تقلقيش ما تقلقيش، هاكلك بطريقه الحتف، واخده بالك؟ دي طريقه هايله ومضمونه، بس اهم حاجه ما تلمسيش اي حاجه بايديك. يلا المشمشايه دي هتدخل في بق مين؟ يلا المشمشايه المشمشايه، افتحي بقك افتحي بقك. يلا هو اوبا. ايه ده؟ طب ما تحدفلي بقى سوداني ولا موز بالمره. اجيب لك كل اللي انت عايزاه، الموز موجود والسوداني نبعت نجيبه، بس اهم حاجه ما تقربيش من هنا خالص يا رنا. عادل انا طاقيت، انا مش قادر استعمل يا جماعه، انا مش جربانه، حرام عليكم. انا زهقت من الحفظه اللي انا فيها دي. عادل حرام عليك يا عادل. بصوا بقى يا جماعه، انا جمعتكم النهارده عشان نتكلم في النظام المروري اللي هيتبع ان شاء الله في الفتره اللي جايه جوه الشقه هنا. نظام مروري ايه يا ابني؟ انت فاكر نفسك في ميدان التحرير اكتر يا ماما من ميدان التحرير؟ اللي انا بعمله ده يا جماعه حرصا علينا ان احنا ما ناخدش العدوى من اسمها ايه، رانيا مراتي يعني. فعشان كده انا حريص عليكم يا جماعه، حريص عليكم. الله يخليك يا ابني، تسلم لي. بصي بقى يا ماما، النظام المروري اللي احنا هنتبعه ان شاء الله الخطوط الحمراء دي هتبقى خاصه برانيا عشان تقدر تتمشى جوه الشقه براحتها، توصل الحمام توصل المطبخ براحتها. بالنسبه للخطوط الخضراء دي فهتبقى لينا كلنا ان شاء الله. طب والخط الاصفر ده مين اللي هيمشي عليه؟ الخط الاصفر ده بقى يا نجلاء هيبقى للطوارئ والضيوف باذن الله. انا بقى مش مقتنع بالهبل اللي انت بتقوله ده، وهمشي في الشقه براحتي وهبرطع. تبرطعي انت بالذات بقى يا سناء، هيتعمل لك حظر تجول بعد الساعه 6 بالليل. ليه بقى ان شاء الله؟ للحفاظ على البيئه. ايه ماما؟ عادل لو ما سكتش يا ماما انا اللي هعمل له مسارات مروريه بس في وشه المره دي. بس يا عادل معقوله تقول علاقتك بيئه؟ ماما انا ما بفتريش على حد يا ماما، انا عملت دراسه كامله لكل الناس اللي ساكنين هنا في الشقه، اكتشفت ان سناء محمله ب 2 طن من المواد المشعه اللي تعتبر عباره عن يد 2 كب ألف 4 زائد مغنيسي صوديوم زائد فوسفات وحاجات. عشان كده انا شايف ان هي سناء وهي محمله بهذا الكم من الحاجات الملوثه للبيئه لو اصطدمت برانيا ممكن، شوفي بقى انت يا ماما ممكن يحصل ايه في الشقه. اه والله عندك حق، ده الشقه ممكن تولع.
عشان كده أنا بحاول أحافظ عليكوا يا ماما. ميرسي يا بيبي، ربنا يخليك لي يا ربي، عملت لي طريق مخصوص لي أروح وأجي فيه مطرح ما أنا عايزة في البيت يا حياتي. أنت اعمل لك طريق هاي واي وإحنا نتخانق بقى في الزحمة والإشارات. براحتها حبيبتي، بإعملي حسابك وانزلي بدري شوية. على فكرة بقى دولة، ممكن يبقى فيه حل تاني خالص الموضوع ده هو. بص، إحنا نعمل الطريق ده رايح جاي علشان بس ايه، في حاله الاختناق بس، عشان يقوموا رايحين بقى يقوموا مفقشين في بعض. بس 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 الله يا عادل، الله يا حبيبي، الله. بصراحه يعني الانظمه المروريه دي سمه من سمات الدول المتحزلقه. بص بقى يا عادل، في بيج بروبلم، انا ما اقدرش امشي من الاوضه بتاعتي لحد المطبخ. من فضلك من فضلك، اي نيد ا تاكسي. لا يا حماتي، من غير تاكسي ولا حاجه، انا هعمل لك طريق خاص يطلع من اوضتك على المطبخ دايركت. يا سلام، تعمل لها هي طريق طواري وتخلي امك تلف من طريق البلكونة الدائري. ماما أعملك إيه بس يا ماما؟ حاولي مثلا تبعدي عن المواعيد بتاعت الشغل والمدارس بتاعت العيال، هتمشي بسهولة قوي يعني. طب بابا أنا إزاي بقى يا بابا هلعب في الشقة براحتي؟ ياسمين يا حبيبتي، تقدري تلعبي في الشقة براحتك خالص على الخطوط الخضراء، بس ما تروحيش لا يمين ولا شمال، إما هتاخدي مخالفة يا ياسمين. تاخد إيه؟ تاخد مخالفة ياسمين؟ بقولك إيه، برطعي واجري وروحي ودوسي على كل الخطوط يا ياسمين، وانا معاكي يا حبيبتي. سناء، هدي السرعه شويه وبلاش رعونه حفاظا على الارواح اللي موجوده في الشقه بعد اذنك. انا عارفه انت عامل فيلم العربي ده كله ليه، عشان مراتك توصل بسرعه واحنا نتخني في الاشارات وفي الزحمه ونتعطل. دلوقتي يا جماعه، انا عايزكم كلكم تلتزموا بقواعد المرور عشان ما يحصلش اي مشاكل. رمزي لف لهم. ماشي دول هنا كده، كملنا بقيه اليوفط كله هيلتزم، وانت تفضل ان هو واقف لمده اسبوع. اتفقنا؟ اتفقنا يا دوله. نزل ايدك. وبعدين يا رمزي، وبعدين هنعمل ايه؟ بقالنا اسبوع لغايه دلوقتي ورانيا مفيش اي تحسن. معلش يا دولا حبيبي، واحده واحده، كل حاجه بتيجي واحده واحده، في التأني السلامه وفي العجله الحمامه. في العجله الحمامه؟ والله انا مش عارف اعمل ايه من غير مقولاتك المقصوره دي، ده هي اللي مصبراني يا ابني، العجله الحمامه. شكرا يا دولا، شفت بقى عرفت ان انا مفيد ازاي كده؟ يلا بقى اطلب لي بقى شاي بحليب. هو شيء سادة بس. حته يا حته. ايوه جاي استاذ عادل. امورنا يا باشا، هات لنا يا سيدي اتنين شاي سادة. حاضر يا باشا. استاذ عادل، انا عايز اقول لسعادتك على حاجه بقى من الاخر يعني. سعادتك كده بقالك اسبوع شكلك يعني في حاجه ضغط على روحك المعدنيه، مشكله مصيبه. هتعمل لي فيها دكتور نفساني؟ مشكلتي ومصيبتي مفيش اي حاجه خالص يا حته، في ايه استاذ عادل؟ من الاخر بقى، انا عارف كل حاجه لا باص. سيحتني يا رمزي الكلب. ماشي ماشي، على فكره دولا والله العظيم انا ما قلتش غير للواد حته بس. ده انت قلت الحته، يعني قلت لكل الحته. ايه يا باشا، في ايه يا باشا؟ وانا ممكن اتكلم على حد ولا اقول حاجه عن حد خالص؟ الحكايه دي بقى حصلت قبل كده لواحد صاحبي اسمه زينه ومش زناتي، واخد بال سعادتك؟ ساكن في 15 حاره ام عاطف في الدور الارضي. لا انت فعلا ما بتقولش اي حاجه على اي حد، برافو عليك. يعني اهم حاجه السر يبقى في بير طبعا، بس البير واضح بايظ ولا ايه؟ ما طولش عليك بقى يا باشا، قول طول. اخلص اخلص يا حته. ايوه يا حته، اخلص بقى، اخلص وروح هات لنا بقى الشاي بالحليب بتاعنا. انا قلت شاي ساده. استاذ عادل من الاخر، الحل الوحيد في الموضوع بتاع سعادتك ده العلاج بالاعشاب. اعشاب؟ لا 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 لا، اعشاب بقى ودهن رجل الكتكوت والكلام ده كله، ده كل دي التخاريف يا باشا. صدقني الولد اللي انا بقول لك عليه ده، الواد عشبه ده محترم، واد خبير. خبير يعني؟ ماشي ممكن نشوفه يعني، مش هنخسر حاجه، بس انا مش مؤمن بالحاجات دي، بس يعني نجرب يعني. يا باشا سعادتك بس اديني الموبايل كده وانا اكلمه لك وشوف ايه اللي هيحصل. رمزي اديله الموبايل بتاعك عشان نمرتي ما تطلعش عنده، يعني مش مؤمن اصلا بالحاجات دي يعني. حاضر يا دولا، بس حول لي بقى الرصيد. اخلص رصيد ايه؟ ثواني يا باشا وهتشوف الواد ده هيعمل ايه دلوقتي. سلم لي عليه. حاضر. انت تعرفه؟ لا. اي لبط وخلاص. مش عارف ما بيردش ليه الواد ده. ايه مفيش سيجمن؟ الو الو، ايوه انا عشبه، انا حته. يلا يا الو يا حته. في مصلحه كده، في واحد عندنا محترم قوي قوي عندنا في القهوه هنا. ربنا يخليك يا حته. يعني بص، من احسن الزباين اللي عندنا في القهوه يا حته. ده كتير. اسمه الاستاذ عادل الشاعر. عادل الشاعر. مش كده يعني. مراته بقى جالها جرب، واخد بالك؟ واحنا عاوزين نعالج يا ابني، مراته جالها جرب. جرب مش حته. هي مش مراته قوي يعني. طب هكلمك تاني انا عشبه، هكلمك تاني. بس هو سامعني بس. ايه رايك يا باشا؟ مش عارف يعني، احنا نجرب عشبه ده بقى وخلاص يعني. يا باشا يا باشا، ده متخصص صدقني، والحاجات دي زي ما قلت لسعادتك اسرار محدش يعرفها. هقول لك على حاجه، عارف الولا كوته؟
الواد ده كان جاله قرع انجليزي في دماغه واخد بالك، وعشبه تدخل في الموضوع ده. الواد ده اتفرج عليه دلوقتي بسم الله ما شاء الله، شعره ده ضفاير ضفاير. الله عقبال رانيا مراتك يا رب ما تخف من الجرب اللي هي عندها دي يا دولا. امين امين يا رب العالمين. انا مبسوط منكم انتوا الاثنين صراحه، يعني بتحافظوا على الاسرار جامد ما شاء الله. يعني اسرار يا باشا ما حدش عارف عنها حاجه خالص. طيب اتكل على الله بقى، وابقى اطلب لنا عشبه ده وادي له ميعاد ويجي لي البيت ان شاء الله. شكله هو دولا حبيبي. عايز ايه؟ ايه دولا اهو شقه الاستاذ عادل اللي مراته عندها لا مؤاخذه جرب. طب ما وظيفه الطين رمزي معاك اهو. لا ما انا لفيت على كل الشقق اللي جنبنا وسالتهم كلهم نفس السؤال. بيتك فضحتني، لففته على الشقق كلها يا غبي. ايه دولا بقى، ما انا قلت اسيبه يغلط علشان لما يجي بعد كده يتعلم. يتعلم ايه ويتهب بيه؟ اتفضل يا سيدي اتفضل. عشوب عشبه الا عشاب. واضح من كميه العشب اللي على الهدوم يعني انك عشبه طبعا. على فكره دول انا الراجل ده سالت عليه كويس قوي ولقيته بقى فعلا بيعالج كل الامراض المستعصمه. بص حضرتك، هي مش مستعصمه يعني، هي شويه جرب بسيط نتيجه انها لعبت مع القطه اللي على السلم، والقطه دي اصلا جربانه يعني. كويس ان انتوا قلتوا لي ان السبب قطه. يبقى العلاج ايه؟ دهن القطقوط مع عصاره نبات اللحط مع جزء من غصون التيتالون، وبنعمل ايه بقى؟ نحصر المرض في جتتها ونشفطه على طول. تشفط ايه من جتتها وانت بتطلع عفريت يا عم؟ شوف مين يالا. حاضر يا دول. هي المساله ابسط من كده. مين يالا يا رمزي؟ ايه؟ انا ميدو دلكها، اخصائي التدليك والمساج ومساعد عشبه. ايه يا كابتن؟ ايه اللي اخرك ده كله؟ يا عم اخر ايه؟ مش اشكال تاخير، وايه اللي انت جاي بيه ده؟ ايه يا عم انت داخل ملعب؟ من فضلك فين الشغل؟ صوابعي بتاكلني، الجولدن فينجر. جولدن فينجر بتاكلك صوابعك يعني احنا ممكن نيجي الصبح لا صوابعك كلتك ما بقتش موجود يعني ولا ايه؟ يا استاذ عادل، الكابتن لما مؤاخذه دلكها عايز يشوف شغله، علشان لما انا ادهن الخلطه السحريه بتاعتي على جسمها قوم هو يدلكها جسمها يزفلط تبقى تمام. ايوه ما هي دي شغلتي، ميدو دلكها المدلكاتي. تدلك ايه يا؟ ادلكها. تدلك ولا 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 لا، بقول لك ايه، ده انا اهل صعيده، ده انا اذبحكوا انا انت وهو. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه اللي انت بتقوله ده يا دول؟ بقول اذبحه هو وهو. لا يا دول انا مش قصدي دي، يعني ايه اهل صعيده دي؟ ايوه لا اهل صعيده، انت بتعرفش اول مره تعرف ولا ايه؟ لا انا اقول. طب وانا دول؟ انت لا اهلك صعيده ولا حاجه. طب ما قلتليش ليه يا دول؟ انت دايما بتخبى عليا كده يا دول. يلا انا اهل صعيده، انت بقى اهلك مش معروفين لا صعيده ولا بحير. بص يا ابني انت نبت شيطاني طلعت لوحدك كده. انا نبت. نبت واطلع بره وخد دول بره معاك، اطلع بره. يلا دلكها، يلا عشبتها، يلا خبيتها، يلا بره. نركز على العلاج بقى يا حبيبتي. الف 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 الحمد لله على السلامه. ميرسي يا مامتي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. احسن ما في الموضوع ان اللحظات العصيبه اللي مريت بيها عرفتني العدو من الحبيب يا ماما. تقصدي يا رانيا؟ يا بنت ما بتقصديش يا سناء. افتكري الماضي مش بعيد لما كنت هتاكلي ضفرك بالبيكي. اخرسي انت كمان جربانانه بس في دماغاتك. اخرسي انت لما بنتك عنا. شات اب يو. وبعدين احنا بنحتفل بيك انت. يا بابا احنا مش هناكل التورته. هناكلها يا حبيبتي. طب بابا هي لونها عامل كده ليه؟ اصل متهيألي التورته دي غربانه. ايه ده؟ ايه عادي؟ في ايه مالك؟ عايز اهرش لي في الحته دي كده يا رمزي. لا 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 ل